وهنشتغل واحده واحده. الفراخ طبعا كالعاده احنا بننضفها كويس جدا، وعملنا المحلول اكتر من كذا مره بفكره معلقه السكر، معلقه الملح، وفنجان خل، وعصرتين ليمون، وميه ساقعه، وبنقع شويه الفراخ وانضفها بايدي كويس جدا واصفيها بميه ساقعه، ومتشكرين. تطلع معايا ما فيهاش اي شوائب. ليه بعمل فكره المحلول ده او التطهير دي؟ عشان اي شوائب داخليه الفراخ فيها شويه بعض الزفاره فتجنبها خالص، وبالاخص لو محتاج منها حبه مرقه حلوين للرز او للشوربه او للاخ او اي حاجه، يعني بكون مظبط مرقتي كويس قوي. بتفرق او بتفرق كتير في الاخص كمان الفراخ اللي هي البيضه، عشان بيبقى ممكن نسب الدهون فيها عاليه شويه، فبتجنبها بالتطهير او بالتنظيف الاول، وفي السلق يكون كويس برضو مظبطين امورنا وحاطين كل شيء يكون ليه طعم كويس. الطريقه اللي هعملها دلوقتي طريقه جديده، او مش جديده، جديده على الفراخ. سنه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، الاول سنه صغيره شوف قد ايه، وعليها كمان احط عندي الزبده. حلو الكلام، شايفها كده، وجايب عندي كمان فصين توم حلوين، شايفهم يا استاذي اهو مقطعه. هعمل كده. حلو، انا عملت ايه بقى دلوقتي؟ خدت دول على الزبده. بص في الزبده عامله ازاي يا ابراهيم، حلو الكلام، ما فيهاش اي صعوبه خالص. وهبدا هسيبهم عندي ياخدوا وقتهم. شايفهم عاملين ازاي يا ابراهيم؟ بمنتهى البساطه، يعني التوم يتشوح مع الزبده هيدي نفس حلو جدا. ايه الافاده في الموضوع؟ الافاده ان انا هضيف الطعم ده ياخد وقته مع السلق بتاع الفراخ، بس بلون. اللون بقى هنظبط نفسنا. بص التوم عامل ازاي، شامم ريحه التوم مع الزبده. جربوا الطريقه دي معايا معلش، وشوفوا ايه الحكايه. اضيف عليها ايه كمان لو حبيت؟ ورقتين غار، ده احنا لسه هنشوح الفراخ، بس بديها تيست عادي. شوف كمان ده يا ابراهيم معايا، فصين فلفل اسود حصى، تخيل طعم الزبده عامل ازاي، وحبيتين حبهان اهم. شوف ده احنا لسه بنقول يا هادي، وكبه صيني. هشوح شويه الزبده كده اهو، وهجيب عندي الفراخ. الفراخ بقى عايز احشيها ماشي، مش عايز احشيها برده ماشي. انا شايف ان ممكن نحشيها حشو ملي قدام عينيا. زي ايه مثلا؟ بص كده يا استاذي، حبه الكرفس دول موجودين جرنش، هسيبهم مع حبه الزعتر برده هسيبهم. عايز اجيب عندي جزر وراح حاشي كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، كده اهو بالشكل ده كده اهو. طماطمايه، بصلايه في الاخر اقفل بيها اهو. شوف المنظر اهو، ما فيهاش اي تفاصيل خالص ولا صعوبه. اجيب عندي الفراخ زي ما هي كده، شوف منظر عامل ازاي، وعلى حبه ملح كده اهو. شوف ببهر حاجتي كويس، حبه فلفل اسود او بهارات زي ما انا عايز اهو. شوف المنظر، وانزل على طول على الزبده. شوف المنظر اهو، ازود كمان حبه البهارات بتاعتي، ادي عندي سن البابريكا كمان اهو. شوف، وسيبها مع نفسها كده. بص بعمل ايه، بطعم كل حاجه تاخد اللون اللي انا عايزه وانا واقف قدامها اهو. البابريكا دي فلفل احمر ارناؤوطي، وظيفته في الموضوع هيديني لون سريع ومش هيغمق الامور. هنشوف واحده واحده اهو كده اهو الجناب، ومحضر لها عندي بوكيه جرنيه بقى زي ما شفتوا حضراتكم. انا حطيت جزء منه جوه الفراخ لفكره ان انا احشيها. عايز احشيها طبعا رز ماشي، فريك ماشي، بصل ماشي، بس انا ماشيه النهارده مع رز، فمش هحشيها بالرز للصراحه اهو. واجي كده اروح واخد الصدمه، شايف الصدمه عامله ازاي يا استاذي اهو، واروح معلي النار سيكه كمان، واسيبها عندي تاخد بس ايه الصدمه الحلوه من الزبده والبهارات اللي حطيتها. بص اهو اهو، ريحه البهارات مع التوم عامله ريحه كويسه جدا. الحله دي عندي فيها مرقه ثابته بتاعت الخضار اللي هبدا اشرب منها، وجات لي فكره من شويه قلت ممكن اعملها مع حضراتكم، هشوف معاكم واحنا شغالين. لو سوينا الفراخ ثلاث ارباع تسويه والمرقه معقوله معايا، انا ممكن اضيف عندي الرز بتاع الخلطه جواها، واحط الخلطه كله كله مش كبسه، هيبقى نفس الفكره الكبسه ولكن بالفرخه الكامله، بس لما نضمن الاول تسويتنا. ما كانش كده يبقى هنعمل الرز عادي جدا بالخلطه ونظبطه ببصلايه حلوه ونديله حبه قرفه وظبط الامور، بس الاول نشوف نظام الفرخه ايه، يعني تسويتها عامله ازاي اهو. اجي على الجنب كده اهو، بص اللون اهو، لسه كمان هدلعها. انا بشتغل وكاني بعمل ديك رومي اهو، باخدها من على الجناب. هنا دي مرحله لا هتوفر لي دخول الفرن، لو انا مش عايز ادخلها الفرن اصلا، انا خلاص خدت التحميره بتاعت الفرن اللي هي في نهايه السلقه للديك الرومي او للفراخ قدام عينيا اهو. واجي الجنب التاني
كده اهو. هي الفكره في ايه الصدمه؟ ان بتختصر لي وقت شويه من اللون بتاع الفرن، زائد بتقفلي انسجه الفراخ او اللحمه اللي بشتغل بيها، فبتخلي الفرخه كامله قدام عينيا، ما تبقاش جايبه ميه، ما تبقاش تحس ان هي ما فيهاش لون حلو، فبضطر ان انا ادخلها تاني الفرن. اه سامع الحركات؟ ده التوم بقى. حاضر عينيا الاثنين، حاضر. اه على ما اعتقد كده الالوان دي لطيفه جدا وزي الفل. طيب تعال نقفل بقى عشان ايه ننساها. هنجيب عندنا البوكيجرني بتاعنا، التوم، الكرفس، الكرات، البصل، كل الحاجات الحلوه دي كلها نحطها. ورق الغار نزود كمان شويه، حبيتين فلفل حصى تاني غير اللي حطيناهم من شويه، ونزود تاني الكبه الصيني عشان بتدي مرقه كويسه حلوه قوي، مع كمان حبه حبهان. تمام. ونعمل ايه بقى؟ عايز احط عندي معلقه صلصه طماطم حالا، هكون معاكم والله اقل من دقيقه. معلقه صلصه طماطم في التشويح هتفرق، هنشوف، عشان عايز اعمل مرقه حلوه. اه بص صلصه الطماطم عامله ازاي، هاخد منها معلقه كده اهو. اهو حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. تقلبتين حلوين عشان من الروائح بقى. يا هند هانم اهلا بيك يا سيدي. صباح الورد يا فندم، اهلا وسهلا بيك. بجد انا بحب الحاجات المحشيه جدا، واول مره اشوفك. ربنا يخليك يا فندم، كلك ذوق، تسلمي. هو انا يا شيف عندي مشكله، هي مشكله صغيره بس انا مش عارفه بتحصل معايا ليه. انا اسف والله ما سمعتك. البشاميل بيكلكع. مشكله ايه يا فندم؟ البشاميل بيكلكع. بيكلكع، اوكي ماشي. بتعملي اي نوع بشاميل؟ اللي هو الفوري ولا بتعمليه من اوله لحد اخره؟ لا بحط سمنه او زبده وعليها شويه دقيق وبقلبهم، بعد كده احط لبن. تمام، حلو قوي. بيكلكع منك بعد قد ايه من التقليب؟ على طول ولا لا؟ لما بحط اللبن، اول ما بحطه بيقعد يعمل كتل كده وبفضل اقلب لغايه ما بيتقل. معلش انا اسف، معيارك ايه في الزبده والدقيق واللبن؟ بحط ثلاث معالق، يعني ثلاث معالق سمنه عليهم ثلاث معالق دقيق عليهم كوبايتين لبن. طيب كلام جميل جدا، كوبايتين قليلين بس هكمل لك. ماشي اتفضلي. وايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نص لتر يعني. نص لتر كده. ماشي. لا هنخليه لتر. هنخليه لتر على الثلاث معالق، مش هيبقى خفيف شويه؟ لا عشان نخففه شويه عشان نقدر ما يربطش مني بسرعه. هقول لك حالا بس، هقول لك حالا بس، بقفل دي وجاي لك حالا حالا. بصي بقى استكمال. اولا البشاميل عشان ما يخرجش منك عندنا حاجتين. الحاجه الاولى واحنا بنشوح الدقيق مع السمنه ما نسيبهمش كتير يغمقوا مننا، بالتالي لما اجي انزل باللبن هيربط بسرعه، فاسوي الدقيق بالزبده او بالسمنه شويه، وانزل واحده واحده باللبن واقلب، مش كل مره واحده، واقلب هيكلكع، ابدا افك تاني من نفس المعيار اللبن اللي شغال بيه لحد ما احس ان خلاص ما فيش قدامي كلكعه خالص. ومن هنا كميه اللبن بتبقى كتيره شويه عشان الفكره دي، لكن لو حطيت كله مع بعضه الطبيعي ان هو هيربط. انت عملت زبده ودقيق، دي ماده ربط، معاها اللبن كلكع في ارضيه الحله. معايا انت فهماني قصدي ايه؟ كلكع في ارضيه الحله، تنزلي باللبن مهما تقلبي كلكع، فالطبيعي ان احنا نصفيه تاني. فاحنا بنتجنب الامور ايه؟ ثلاث معالق زبده، ثلاث معالق الدقيق، بنشوحهم مع بعض، نحط لهم نص مكعب مرق يدي نفس كويس. بجيب عندي اللبن او المرقه، او ممكن تجيب نص لتر ميه او مرقه، والنص الثاني بيكون حليب، وبتنزلي بالمضرب تقليب مستمر على اتجاه واحد، قلب قلب قلب، هتلاقي عندك الصوص زي الفل، ما فيهوش اي مشكله. نرجع تاني حالا، نرجع تاني للفراخ. بص المنظر عامل ازاي يا باشا؟ اهو خدت الصدمه. بص اللون عامل ازاي، البابريكا عملت لي ايه؟ تعال نشوف شكل الوش عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بص المنظر اهو. مش الصلصه دي، خدوا بالكم، دي الزبده اللي عملت اللون ده اهو. ده اللون احنا عايزينه من الفرن اهو. كده احنا تمام التمام. ناقص ايه بقى؟ نحط عندنا حبه ملح عشان نظبط الامور واحنا شغالين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اللي بيحصل هنا، بالمره لقيت الزيت سخن وانا هجيب معلقه عشان احط الملح، بالمره ننزل البتنجان يتحمر ويعيش حياته واحنا شغالين. بالمره البتنجان ده بتاع الايه؟ بتاع الباميه اهو كده اهو. بديله تعفير الدقيق وحبه ملح عشان ما يسودش مني على ما سخن الزيت بتاعي اهو. سيبهم. نرجع تاني لتقفيل الفراخ. ادي عندي معلقه ملح حلوه كبيره اظبط بيها اموري واحيق الدنيا، وهدي عندي سنه قرفه عشان لو استغليت المرقه دي لقلب الرز الخلطه ما استناش حاجه تانية يعني اضيف لها اي شيء، وعندي حبه حبهان مطحونين، سن البهار مشكل بدلع الحاجه شويه تبهر معايا. تمام. وكمان هدي عندي فصين مستكه حالا يا فندم. فصين مستكه دول حلوين. حاضر عينيا الاثنين والله حالا. واحنا حطينا ورق الغار، مش عايزين نجول اكتر من كده، زي الفل. بص المنظر عامل ازاي، نشيل بس ايه حبه البهار دول اهو، شايفهم دول كده اهو، نروح عاملهم كده اهو.
اهو شوف المرقه عامله ازاي معاكي، مع اساس الطماطم، مع الطماطم بتاعتك، مع بص الحشو، شايف عامل الحشو عامل ازاي اهو، حاجتنا كلها تمام التمام. هنغطي عليها ونسيبها تعيش حياتها بالسلامه. بسم الله، طلعناها وصفيناها خالص وسبتها عندي في الفرن كده شويه، يعني ايه احتفظ بدرجه حرارتها. بسم الله، شوف يا باشا كده اهو، ادي الفرخه. فاكرين الشنطه اللي خدناها من الحله؟ فاكرين الحشو؟ اهو بص المنظر عامل ازاي. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ استنى عشان دي في حكايه مهمه جدا دلوقتي، اللي اهم من الحكايه دي كلها ان احنا نطلعها امنه. بص هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اصطنها كده. تعالى اوريك حاجه حلوه كده يا استاذ ابراهيم لو سمحت. شوف بص التسويات هنا، استنى بس نفك ال، او بلاش نفك عشان نبوظ شكل الفراخ، هوريكم انا قصدي ايه. بص الفراخ هنا من اصعب حته في الفرخه، نشوف تسويتها اخبارها ايه من هنا. بص بص الفرخه مش محتاج ان انا ابوظها واشيل العظمه، احنا شايفينها وباين اهو، باين. بص التسويه، خلينا نبوظ الجناح. بص التسويه، شوف ده اللي بتكلم عليه. نطلع بيه على طول على المائده ونشوف طاجن الباميه بالمره. احنا كده ان شاء الله خلاص خلصنا حاجتنا كلها. ادي الفرخه الروستو